أعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشورة أسرية. احنا لسه مكملين مع حضراتكم كلامنا عن الخوف وتأثير الخوف على حياتنا، وخصوصا بعد ظهور فيروس كورونا. بس رحبوا معايا الأول بضيفنا اللي منورنا ومباركنا، نيافة الحبر الجليل أنبا يوسف، أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والحاصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية. أهلا بنيافتك يا سيدنا. أهلا بيكم سيدنا. يمكن كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت عن خوف الناس من التناول، ونيافتك قلت انه الخوف ده غلط لانه ناتج عن ان انا خايف من جسد الرب ودمه. هل انا مؤمن ان ده جسد الرب ودمه ولا لا؟ ففي ناس بتقول، وزي ما نيافتك وضحت لنا، انه الاستثناء اللي بيعمله ابونا ده لانه مثلا بيروح يناول ناس كتير مرضى ما بيقدروش يحضروا الكنيسة، فهو بيروح يناولهم وما يقدرش ياخد الكاس معاه والصينية، فدي حالة استثنائية. ففي ناس بتقول انا كمان مناعتي ضعيفة وما اقدرش اتناول، انا بخاف ولو عييت هتحصل لي مشاكل كتيرة وممكن لا قدر الله اموت وحاجات كده. فايه رأي نيافتك؟ يعني الكنيسة كأم حنينة مفروض زي ما الكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس، استندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. فالكنيسة برضو يعني الحالات دي، يعني بالرغم ان السبب اللي هم بيقولوه ايمانيا مش سليم، لان يعني حتى لو واحد مناعته ضعيفة وتناول مش هيحصل له حاجة، لان ده ايماننا في جسد ربه ده. احنا لما نقعد نقرا في الكتاب المقدس يقول كان الظل بتاع بطرس كان بيشفي الامراض، وكان ياخدوا خرق من على جسم بولس الرسول، ودي كانت تذهب الامراض وتخرج الارواح الشريره. فما بالك جسد الرب ودمه. بالك جسد الرب ودمه. ولكن طبعا يعني هنا يمكن تكون دور الكنيسه ازاي تشجع ايمان الناس دي وتطمنهم. ويعني هنا بقى بترك ده للتدبير الروحي لكل يعني اب اعتراف وكنيسه، ازاي يتعامل مع الحالات دي. ونحط المبدا ان الكنيسه بتعلمنا ان احنا نتأنى على الجميع، بنشجع الضعفاء، بنسند صغار النفوس الى اخره، يعني فبنحاول نرفع ايمانهم سنه سنه. وايضا ما يحرموش من التناول، علشان يعني سنه سنه كنيسه تسندهم لغايه لما ايمانهم يقوى ويثبت في ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي، واستحاله ان هو ينقل امراض للناس. بس هل يا سيدنا يعني معنى كلام نيافتك انه في الفتره دي ان انا ما احرمهمش من التناول، دي بترجع لحكمه الاب الكاهن او كل حاله تدرس لوحدها بقى؟ يعني كل حاله تدرس لوحدها. يعني لو احنا قلنا المرض الجسدي ده مرض، ما هو المرض النفسي الخوف ده، ما هو ده مرض برضه يعني. بس فالكنيسه بتتعامل بقى مع كل حاله حسب ارشاد الروح القدس. يعني انا ما اقدرش ادي اجابه يعني عامه، لكن اقدر اقول ان الاب كان هنا يصلي ويطلب ارشاد الروح القدس ويتعامل مع كل حاله حسب ما ربنا يرشده. ولكن لازم في الاول يكون دور الكنيسه في تثبيت الايمان وتشجيع ولادها ان هم يقووا ايمانهم في ان فعلا فعلا استحاله يحصل نقل المرض مجرد من جسد الرب. وده ايماننا ايماننا. ولو انا يعني قلت لا ده ممكن، يبقى ايمان ان ده جسد الرب ده مش مظبوط. يعني الاثنين مش هيمشوا مع بعض. سيدنا نيافتك، يمكن قلت انه القلق ده او التوتر ده مرض نفسي، ويمكن الخوف كمان الزياده ده مرض نفسي، ويمكن ده اللي حصل بعد ظهور فيروس كورونا، انه الناس بقت زي ما نيافتك ذكرت لنا في الحلقه اللي فاتت انه في ناس نيافتك تعرفهم ما طلعوش ليهم سنه بالفعل من البيت، ويمكن دي مش الحاله الوحيده. فازاي نحاول نعالج الموضوع ده؟ لانه
يمكن الأول إحنا كنا بنقول ده فترة وهتخلص وهنرجع لحياتنا الطبيعية، لكن من الواضح إن الموضوع يعني قاعد معنا شوية، فإزاي نتخلص من ده؟ بس أنا عايز أقول، إحنا قلت مرض نفسي، لا أقصد مرض زي مثلا انفصام الشخصية، لا يا تشوش الشخصية، يا قصدي يعني ضعف نفسي يعني يعني نفس ضعيفة، وممكن يكون فيها برضو مرض روحي، بمعنى يعني قلة الإيمان. بلا شك يعني كورونا عملت نوع من أنواع الأنكزايتي الشديدة في قلوب الناس، الاضطراب والقلق كتير يعني. فهي يعني هيبقى محتاج علاج روحي، وأيضا ربما علاج نفسي، بمعنى من خلال الكونسلنج والمشورة، وبعض الناس المتخصصين يبتدوا يرفعوا القلق ده عن الإنسان. وبيقولوا إن لو الواحد مثلا قعد خصص كل يوم مثلا 15 دقيقة يتكلم، يعني يفكر في إيه اللي هو قلقان منه من المرض ده، بدل ما يفضل قلقان طول النهار، فهو بيحاول إن هو يختزل القلق ده، يحدده في 15 دقيقة، ويقوله طبعا أنا خايف من إيه، وممكن يبتدي يكتب مثلا أنا خايف من المرض، إن أنا أخذ المرض. طيب إيه اللي أنا ممكن أعمله علشان أحمي نفسي من أخذ المرض؟ طب هل اللي بعمله ده يعتبر رياكشن ولا اوفر رياكشن؟ يعني هل ده في حاجه يعني I'm over reacting، عامل حاجات مش هتحميني يعني الى اخره الى اخره. ولما يقعد الانسان بقى يقعد يفكر في الحاجات دي لمده 15 دقيقه، وهو يعني قبلها بيصلي وبيطلب عونه من ربنا ونعمه ربنا تقف معاه، ربما يستطيع ان هو يتغلب على الخوف اللي موجود جواه، ويلاقي ان في الاخر ان الخوف ده يعني ممكن يكون مبالغ فيه. لو ما قدرش ممكن يروح عند الناس اللي هم المتخصصين في المشورة المسيحية، ويبتدي يتكلم على الخوف اللي هو موجود فيه. بعد كده ممكن يبتدي يتكلم مع يعني ابونا واب اعترافه من ناحية الروحية، عشان أبونا يذكروا ببعض وعود من الكتاب المقدس، يعني زي مثلا من أشعياء صح 40 في وعود من ربنا جميلة، يقول له ولو مشيت في الأنهار مش هتغرق، ولو مشيت في النار مش هتلدعك، لأن أنا معك وأنت صرت عزيزا عني مكربا في عيني. فالوعود دي برضو بتخلي الإنسان إيمانه يزيد في ربنا، ويفتكر كده إيه ده ربنا شق البحر لبني إسرائيل، ده ربنا نزل مبعت ملاك مع دانيال في جب الأسود، ده ربنا التلات فتية في أتون النار ما حصل لهمش حاجة وخرجوا من النار سالمين. فالإنسان إيمانه في ربنا يقوى أكتر وأكتر، وبطريقة دي ما يتهزش من الموضوع الكلام بقى على كورونا، يبعد عن الأخبار السلبية. برضو زي ما قلت قبل كده، الواحد لما يقعد يسمع أخبار سلبية دي بتخليه ان هو ممكن يضطرب بيضطرب وبيخاف أكتر، وأحيانا بتعمل اكتئاب يا سيدنا، يعني وتعمل اكتئاب بنسمع أخبار سيئة الواحد بيحس انه اكتئب، الواحد يخش فعلا يعني أنا بعض الأطباء النفسيين قالوا لي ان حالات الاكتئاب من شهر مارس 2020 والانكزايتي سدد جدا، يعني هم بيبتدوا يشوفوا حالات اكتر من الطبيعي من الاكتئاب ودين يعني. وبرضه القعده في البيت الواحد ما بيخرجش خالص، ما هو برضه دي ممكن تعمل اكتئاب. يعني ربنا خلقنا ان احنا سوشيال بينج، يعني النفس بتاعتنا بتنمو من خلال الاحتكاك والتواصل مع الاخرين. افضل حابس نفسي كده وقاعد يعني ده ممكن يعمل اكتئاب. واحد يقول لي طب المتوحدين ده مش قاعد لوحده، ده قاعد مع القديسين وربنا. فما تقارنش دين بدين يعني. برضو في كنت عايز اقول حاجه تانية، روح نشوف العالم ماشي ازاي. يعني مثلا ايه، طيارات ناس قاعده بتركب مع بعض في نفس طياره، وفي طيارات النهارده يعني حتى الميدل سيت
مشغول يعني. يمكن في البدايه كان يخلي المدرسين فاضي الناس قاعده، وحال لما جابوا اكل في الطياره بياكلوا، ومثلا المطارات زحمه والناس واقفه، ومثلا المطاعم شغاله في المطارات والناس بتخش يعني، يعني سوري حتى الحمامات يعني الدنيا ماشيه عادي. لو ونشكر ربنا النهارده يعني مثلا بعد الفاكسينيشن والكلام ده كله الدنيا ماشيه عادي، وهو يعني ونسبه حتى الناس اللي هي بتموت من المرض يعني قلت كتير جدا. ويعني انا بعض الدكاتره بيقولوا لنا ان الحالات اللي هي فيري سيريس قلت كتير قوي قوي قوي. فبرضه انا لما الواحد يسمع يعني كلام ايجابي ده يطمنه، ما يبقاش قاعد قلقان وشايف الدنيا ماشيه عاديه. لكن انا الحقيقه يعني انا صعبانين عليا الناس اللي هي حبس نفسها، هم دخلوا في نفسهم في سجن اسمه سجن الخوف. لازم يتحرر من السجن ده. لازم انا بخصوص انه الناس اللي حابسه نفسها وانه الحياه رجعت ابتدت ترجع طبيعيه، في حد قال لي هو احنا بس اللي عندي كورونا والعالم بره كله بقى طبيعي؟ يعني هم حتى مدركين ان الناس رجعت للحياه الطبيعيه، بس هم برضو مكملين زي ما هم. تاني في فرق بين الحرص وفرق بين الخوف المبالغ فيه. الخوف المبالغ فيه ده يعني مش صح، لان انا بحط حياتي كده على هولد. يعني طب ايه معنى الحياه؟ الحياه واقفه. حياتي واقفه، لازم الحياه تمشي. ابقى حريص بس لازم الحياه تمشي. لكن اوقف وبعدين النهارده يعني اغلب الاطباء المتخصصين يعني لسه كنت الاسبوع اللي فات مع واحد من الاطباء فبيقول يعني ان دلوقتي خلاص معروف ان هو ال 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 العدوى بتيجي عن طريق اللي هو الدروبلت. غير كده يعني صعب ان الواحد ينقل يعني هو قال لي كده بالنص. وهو ده واحد كارديولوجيست وبرده له علاقه بال يعني امراض الجهاز الصدري وهو في المستشفى بتاعته مختارين من التيم اللي هم بيعالجوا الكوفيد الكورونا وكده يعني. فبيقول لي يعني بالنص ام كوتينغهام مثلا احنا كنا قاعدين في الزياره دي حوالي 5 6، فقال لو احنا واحد وسطنا يعني عنده كورونا صعب ان الباقيين ينقلوا ياخدوا منه العدوى. الا لو دروبلت خرجت من الشخص ده ودخلت مثلا في بقي ولا دخلت في المناخير وكده. يعني هي حتى لو جت على جسم الانسان او حاجه برضو ما تعديش، الا لو انا جت رحت المستشفى في بقي وكده يعني. علشان كده دايما بيقال انه الماسك يعني العيان هو المفروض اكتر يبقى لابس الماسك، لان هو اللي هيتسبب في العدوى. يعني لو انا عيان ومش لابس الماسك هعدي كل اللي حواليا حتى لو هم لابسين ماسك. وبرده لا، والتاني برده لما بيجي بيلبسه عشان ما هو تاني لو احنا قلنا دروبلت هتخش من الانف او من الفم، فحتى لو في الواحد حاطط الكمامه دي مش هتخش لا الفم ولا الانف يعني. يعني لا انا عايز اقول تاني في مرض ومرض وحش وفي ناس ماتت منه، انا لا انكر كل هذا، ولابد نكون حريصين، ولابد ان احنا التوصيات بتاعت الهيئات الصحية نسمع ونستجيب ليها، وكلام الأطباء نسمع ونستجيب ليه. أنا ما بقللش من كل ده، لكن أنا ضد الخوف المبالغ فيه إن أنا أشل حياتي بسبب إني خايف. الحياة لازم تمشي، الحياة تمشي. وفي الآخر يعني إن ربنا سمح هاخد المرض هاخده، وربنا ما سمحش هاخد المرض مش هاخده. طب سيدنا يمكن ده هيخليني أسأل نيافتك. نيافتك قلت إنه ربنا قال إنه لو أنت في وسط النار مش هتتحرق وشق البحر وربنا هيحميك إن أنت تغرق، وكل الحاجات دي أحيانا بتخلي الناس تبقى مستهترة.
يعني انا سمعت يمكن كمان الجملة دي كتير، لا انا يا عم انا مناعتي قوية وايماني بربنا قوي فانا مش هيحصل لي حاجة. فازاي بقى لا يبقى خوف قوي ولا يبقى استهتار قوي؟ ما دي تجربة من التجارب التلاتة اللي شيطان جرب المسيح بيها، وقال له بص ارمي نفسك من فوق الهيكل، وفي آية بتقول في مزمور الساكر فنعلي انه يرسل ملائكته فيحملوك على ايديهم فلا تصدم بحجر رجلك. المسيح قال له ايه؟ قال له لا تجرب الرب الهك. يعني في فرق بين وعد ربنا انه يحميني، وفرق ان انا استهتر واقول ربنا ما حمانيش ليه او ربنا هيحميني. لو انا عايش باستهتار وعايز ربنا يحميني، تقف صدي الآية اللي قالها السيد المسيح للشيطان لا تجرب الرب الهك. ده انا بجرب ربنا، بجرب وعوده، بشوف هو ربنا وعوده صح ولا لا. ده استهتار. يعني اجي اقف مثلا قصاد في الهاي واي قصاد العربيات واقول ربنا هيحميني، استحاله طبعا، لا هتخبطني عربيه. فتاني الحرص مطلوب، والحرص ليس ضد الايمان. يعني ان الواحد يبقى حريص ويتبع التعليمات الاحترازيه ده مش ضد الايمان، لكن الخوف المبالغ فيه ده ضد الإيمان. فطالما أنا قايم بكل الإجراءات الاحترازية المطلوبة مني، خلاص هعيش حياتي. قول لي طب هم النهاردة فتحوا المطارات ليه، وفتحوا المطاعم ليه، وفتحوا المدارس ليه، وفتحوا الجيمنيزيومز ليه، ليه فتحوا حاجات دي؟ عشان بيقول لا it's okay ان انت عيش حياتك طبيعية، ترجع بس الحياة الطبيعية، بس يعني خلي بالك فالحياة لازم ترجع الطبيعية. وقت ما قالوا لا نقفل المطاعم قفلنا، يعني الناس ما كانتش بتروح. اللي أنا عايز أقوله يعني، لكن مثلا تكون الدنيا مفتوحة وأنا اللي قافل على نفسي، حابس نفسي، أنا اللي حاطط نفسي في سجن اسمه سجن الخوف. وده مش صح، وده في ضعف نفسي وفي أيضا ضعف روحي. والهنا الإنسان بقى محتاج أن يتغلب على الضعف النفسي والضعف الروحي، لأن الله ربنا أخوياء وعندهم شجاعة ما بيخافوش، مش استهتار إنما شجاعة ما بيخافوش. وفي الآخر واحد يقول طب ما في ناس مات وماله، ما هو الواحد هيموت زي ما بقول تعددت الأسباب والموت واحد. ما هو يعني هو الناس بس ماتت من كورونا؟ ما في ناس بتموت من حادث عربيات، ما نركبش عربيات؟ طبعا كل يوم في ناس بتموت من حادث عربيات. طبعا ده يخليني اقعد في البيت مركبش عربية؟ ما في ناس بتغرق في مراكب، خليني مركبش مثلا سفينة او مركب لو في ما في طيارات بتوع، يخلي الواحد مركبش طيارات. يعني ما الحياة لازم تمشي. يعني الحياة لازم تمشي. ابقى حريص، ما اسوقش باستهتار وقول بقى ربنا هيحميني، لا اسوق وانا واخد بالي واشارات المرور، لكن ممكن واحد تحصل له حادثه. يعني ده يخلينا نقول انه يعني لا نبالغ في الخوف ولا نبقى مستهترين ونقول احنا ربنا يحمينا، يا احنا نعمل الحاجات اللي احنا المفروض نعملها الطبيعيه، والباقي ده بقى يعني بتاع ربنا زي ما بنقول. مظبوط. سيدنا يمكن ده يخليني اسال نيافتك، هل ده معناه ان احنا بس لو مش محتاجين في الوقت اللي احنا فيه مش محتاجين بس علاج الطب ان هو نروح لدكتور او حاجة، احنا كمان محتاجين لعلاج روحي علشان التشككات او الخوف الزايد اللي احنا فيه دلوقتي؟ في حاجة اسمها holistic approach اللي هي النظرة التكاملية. الانسان مش جسد بس، والانسان مش روح بس، والانسان مش نفس بس. يعني أمراض الروحية ممكن تأثر على جسدي ونفسي، وأمراض النفسية ممكن تأثر على جسدي وروحي، وأمراض الجسدية ممكن تأثر على روحي ونفسي. من هنا العلاج، يعني حتى الكلام ده في الطب بيقولوه، العلاج لابد أن هو الإنسان يهتم بالمريض نفسا وجسدا وروحا، التلاتة مع بعض. ودي نشوفها السيد المسيح عملها مع المرأة نزيفة الدم. المرأة نزيفة الدم لما جاء المسيح، هي لمسته من هود بصوبه شفى، فهي حصل الإيمان الشفاء الجسدي. بس لما المسيح قال من لمسني
كانت مضطربة جدا لسه نفسها مضطربة. فراح قال لها لا تخافي، وقال لها إيمان قد شفاك اذهبي بسلام. اذهبي بسلام دي شفاء نفسي، إيمانك شفاكي ده شفاء الروح وشفاها من ناس في الدم. فأيضا يعني حتى من غير الكورونا مثلا الواحد لو جاله هارت أتاك ولا جاله كانسر بيبقى محتاج يعني كونسلنج نفسي، ومحتاج دفعة روحية تسنده وهو بيتعامل مع المرض ده زاد العلاج الطبي. فنفس الكلام مع يعني الكوفيد وكده، محتاجين يعني الثلاثة يبقوا موجودين، العلاج الجسدي والعلاج الروحي والعلاج النفسي. لأن فعلا كوفيد ده أثر على النفس نفسيا وخصوصا الناس اللي بياخدوه سيفير ومثلا بيبقوا هوسبيتالايزد وممكن يتحط مثلا على فنتليترز ولا حاجة زي كده، وبيبقوا مش عارفين يا ترى أنا هعيش ولا هموت ولا إلى آخره. فبيبقوا محتاجين سندة روحية وسندة نفسية. طبعا دي بتبقى يعني احنا صعبة لأن بيبقوا معزولين ومحدش بيزورهم، لكن يعني نشكر ربنا من خلال التليفونات ويعني ممكن حد يقدر يتواصل معهم ويتصل ويتكلم ويطمنهم بحيث تعدي الفترة دي يعني. لكن زي ما انت بتقولي كده ان بنسميه هوليستيك ابروتش، النظرة التكاملية للعلاج بتاع الإنسان، لأن احنا الثلاثة بيأثروا على بعض، جسد نفس الروح مش منفصلين، الثلاثة بيأثروا على بعض. سيدنا هو يمكن يفتك ذكرت انه بيبقى في لو حد جاله الكورونا بيبقى معزول، فبتبقى الناس مش عارفة تتواصل معاه قوي علشان تقدر تبقى سبورت لي سواء نفسي او روحي. ده يخليني أسأل نفتك إزاي ده نقدر نعمله في حالة إنه حد تعبان وعنده كورونا وإحنا مش قادرين نتواصل معاه شخصيا. بس إحنا للأسف وقت حلقتنا خلص، فده اللي هنكمله مع نفتك في الحلقة اللي جاية. ختاما بنشكر نفتك جدا يا سيدنا نفتك، نورتنا وباركتنا. شكرا، ربنا معكم. أعزائي المشاهدين، إحنا لسه هنكمل مع حضراتكم كلامنا عن فيروس كورونا وتأثيره على حياتنا سواء نفسية أو جسدية أو روحية. ده اللي هنكمله مع سيدنا في الحلقة اللي جاية. أنا ختاما بشكركم وأشوفكم على خير في حلقة جديدة من مشورة أسرية.